ورجعنا لكم تاني مع فقرة صحتك بالدنيا، وهنكمل بقية الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. احنا كنا بدأنا بغسيل الأيدي ولسه ما خلصناش. طبعا غسيل الأيدي عندنا في ناس فاكرة ان احنا مجرد ما نغسل ايدينا بالمية والصابون يبقى احنا كده غسلنا ايدينا. لا، في طرق صحيحة لغسيل الأيدي. اولا احنا ما نغسلش ايدينا مده تقل عن 20 ثانيه. لازم المده اللي احنا هنغسل فيها ايدينا تبقى 20 ثانيه فيما اعلى، عشان يبقى الغسيل بتاع الايدي يجيب نتيجه كويسه. في خطوات طبعا لغسيل الايدي دي المفروض الكل يتبعها. اولا احنا هنبل ايدينا بالميه، بعد كده نحط الصابون على الايد، بعد كده نبدأ نفرك الايدين مع بعض بالشكل دوت، بعد كده احط الصابون على ظهر الايد من هنا ومن هنا وافرك الاتنين كده ده مع بعض زي ما انتم شايفين، ومن هنا واعمل الصوابع كده والصوابع التانية كده، بعد كده الصابع دوت بنغسله كده والصابع ده كده، وبعد كده اقوم جايه غاسله ايدي تحت الحنفية. غسلت ايدي اهوت وخلصت، ودي الطريقة الصحيحة. المدة بتاعتها تاخد 20 ثانية. خلصت انشف ايدي من غير ما اقفل الحنفية بمنشفة او بالمناديل، ويفضل ان هي تكون استخدام واحد لمنع انتشار العدوى. وبعد كده بالمنديل اللي انا نشفت بيه ايدي اقوم جاية قافلة الحنفية. دي الطريقة الصح. اي حد بقى يغسل بطريقة تانية، يغسل اقل من كده، دوت كده ما بيجيبش نتيجة. طيب ده بالنسبة للناس الكبار. في الكبار، طيب لو انا عندي طفل، الطفل دوت انا اعمل له المدة قد ايه؟ المدة بتاعت الغسيل الصحيح لأي طفل هي مقدار كأنه هيغني أغنية العيد ميلاد اللي هي هابي بيرث داي مرتين ورا بعض، يبقى هي دي المدة اللي هو هيكفي فيها ان هو يغسل ايده بالطريقة الصحيحة. نبقى حريصين كل ام على انها تشجع ابنها على غسيل الايد، تحط له لوحه جميله فيها مواصفات طريقه غسيل الايدين، تقول له مثلا لو انت غسلت ايدك بعدد مرات معينه كده انا هجيب لك هديه كويسه. فده بنحفز اطفالنا وبنربي عندهم النظافه الشخصيه، وبنربي عندهم المحافظه على صحتهم وعلى صحتنا كلنا.